وطبعا في بعض الرجال فعلا يعني ما يعبر كلاميا عن الحب، لكن ممكن يعبر بطريقة مختلفة، ممكن يعبر بالعمل، ممكن يعبر بالعطايا، ممكن يعبر بالمساعدة، ممكن يعبر بالهدايا، ممكن يعبر بالكلام المكتوب. لكن الكلام السمعي ما يعبر طبعا لعدة أسباب، بس يعني من الطرائف أنا ممكن أقول لكم قصة شلون أنا دربت رجل من أنه ما يتكلم بالحب إلى أن صار يتكلم بالحب. ورجل متزوج ما كان يمدح زوجته أبدا، شلون دربته أنه يمدح؟ حتى كان على هالمكان بهالمكتب احنا كنا قاعدين والزوجين كانوا موجودين، وتكلمت معاه قلت له انت مستعد تتعلم؟ قال طبعا، بس انا ما حد علمني وتربيت في بيئه انا ما تعلمت فيها ابدا. كان اقول له طيب احنا عندنا قانون ان الكلام يتبع البصر. قال لي شنو يعني؟ قلت له انا اوريك، يلا خليني اخذ شيء، اخذ هالقلم مثلا. عيونك شو تشوف؟ كان يقول لي قلم. قلت له تمام، ركز عينك في مكان معين في القلم واوصف لي وصف. قلت له انت الحين قاعد تتعلم ترى. كان يقول لي طيب تمام. راح شاف هذه. قلت له ايش قاعد تشوف؟ كان يقول لي انا قاعد اشوف طابع ابيض على قلم ازرق. قلت له ممتاز ممتاز، تعبيرك هذا حلو. زين الحين مثلا شو تشوف؟ كان يقول لي انا قاعد اشوف راس القلم الازرق. قلت له روعة، شو اللي سويته انت؟ عينك كانت هني فتكلمت، عينك يا تهني فتكلمت، صح ولا مو صح؟ يقول لي صح. قلت له تمام. طيب الحين زوجتك مسويت لك ماعون مكبوس، مكبوس دياي، صحن مكبوس دياي، يلا ابيك تتخيل، ابي عينك تروح اول الصحن، ابي عينك وسط الصحن، ابي عينك اخر الصحن. كان يقول لي طيب تبيني اتكلم؟ قلت له نعم ابيك تتكلم. كان يقول لي زين يلا انا اشوف الحين. قال ما يخالف اقول انا اشوف؟ قلت له قول. تقول انا اشوف الحين الصحن ستيل ونظيف وحلو. قلت له تمام، حرك عينك. كان يحرك عينه، كان يقول اشوف الحين اكو دجاجه ديايه مشويه فوق العيش. قلت له حرك حرك العيون حرك. كان يقول اشوف هني شويه حشو موجود فوق العيش. قلت له تمام، نرجع مرة ثانية، عطني إياها جملة واحدة وحرك عيونك 3 مرات. كان يقول لي زين، بدأ يحرك عيونه ويسولف، أنا أشوف صحن ستيل نظيف وأشوف الدياية المشوية فوق العيش وأنا أشوف الحشو. قلت له ممتاز. قلت له الحين هاي زوجتك قاعدة صح؟ كان يقول لي صح. قلت له يلا شوف راسها فوق تكلم، شوف عيونها تكلم، شوف حلجها تكلم. انا بس حتى ما اطول في الجواب، بس كان هذا هو التكنيك اللي تم تدريب الرجل عليه، اللي هو نخلي اللسان يتكلم مع حركة العين. كان يقول لي والله سهلت الموضوع. قلت له الحين زوجتك لما تلبس لك لبس أو تتزين، أنت لما تشوفها كاملة ما تقدر تعبر، أنت شوف شعرها سولف، شوف وجهها سولف، شوف الفستان اللي لابسته سولف، كذي تكون أنت مدحتها وسولفت وهي استانست. قلت له يلا روحوا أشوفكم بعد شهر. يوني بعد شهر تقول لي الزوجة تغير 180 درجة. قلت له شفت، مع ان انت ترى ما تربيت انك تمدح ولا تربيت انك تعبر عن مشاعرك او حبك، لكن لما علمتك التكنيك
صار سهل. قال فعلا، قال أنا ما تخيلت في يوم من الأيام أني أنا أتغير. فهذه بس قصة قلت أنا أقولها لكم، وأنا سويتها مع أكثر من شاب على فكرة وأكثر من رجل، ونجحنا نجاح مبهر فيها. بس يحتاج في البداية يمكن صعوبة، لكن مع التدريب ومع الاستمرار بإذن الله يوصل للنجاح في التعبير.